ردد معي ما قاله أحد العلماء اسمه محارب بن دثار، ردد: أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد، أنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، أنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد، أنا الغائب الذي آويته فلك الحمد، أنا العزب الذي زوجته فلك الحمد، أنا الجائع الذي أشبعته فلك الحمد، أنا العاري الذي كسوته فلك الحمد، أنا المسافر الذي صاحبته فلك الحمد، أنا الغائب الذي رددته فلك الحمد، أنا المريض الذي شفيته فلك الحمد، أنا السائل الذي أعطيته فلك الحمد، أنا الداعي الذي أجبته فلك الحمد. فلك الحمد ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على حمد لك.